مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فقره طبيه جديده وحلقه جديده من برنامجكم طبيب اليوم. النهارده هنتكلم عن مشكله هامه جدا وكتير من الناس بتعرض ليها وبتحس انها رعب شديد جدا، في مشكله في الابصار. ده بتخلي اي شخص بيحس بالعجز شديد، وخاصه لو المشكله دي في القرنيه. علاجها سهل دلوقتي جدا وبطرق عديده جدا، واكيد هنعرف كمان طرق العلاج بالتفصيل، وهنعرف كمان اسباب مشاكل القرنيه ومشاكلها ايه اللي بتسببها. بس في البدايه اسمحوا لي ارحب بالدكتور منورنا النهارده، دكتور محمد لاشين، استشاري طب جراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، واستشاري شبكيه والجسم الزجاجي والليزر، واستشاري تصحيح الابصار والليزك. اهلا بيك يا دكتور منورنا النهارده، وبنتمنى ان احنا نكون هنقدر نوصل لبعض مشاهدينا ان مفيش مشكله يعني ملهاش حل في وقتنا هذا وبعد الثوره الكبيره في الطب. القرنيه في البدايه عايزه اعرف من حضرتك ايه هي مشاكل القرنيه واسبابها ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. احنا بس عايزين في البدايه الاول نعرف الناس احنا ايه هي القرنيه وايه هي الشبكيه عشان مختلط على الناس الحته دي. احنا لو صورنا العين ان دي كاميرا بتلقط صوره، فالقرنيه دي هي والعدسه بتاعه العين هم اللي بيلقطوا الصوره اللي احنا بنشوفها، والشبكيه ده الفيلم بتاع الكاميرا اللي بيحمض الصوره. تمام كده. فاحنا عشان نتكلم النهارده عن مشاكل القرنيه فنتكلم عن كل المشاكل اللي بتحصل لنا عشان نلقط الصوره واضحه. فعشان واحد مش قادر يشوف الصوره من بعيد فده عنده مشكله في القرنيه، دي اسمها قصر نظر. واحد مش قادر يشوف الحاجات القريبه كويس فده عنده مشكله في القرنيه اسمها طول نظر. واحد بيشوف الحاجات البعيد والقريب بس في زغلله فده اسمه استجماتيزم، ودي مشهوره قوي. كل ده كوم في القرنيه او مشكله، والمشكله الكبيره جدا في القرنيه اللي المشهوره قوي اللي الناس عارفينها هي القرنيه المخروطيه. تمام. فلما نيجي نتكلم النهارده عن مشاكل القرنيه عايزين نقول المشاكل دي بتيجي منين وايه احدث طرق علاجها. يعني النهارده بقى كل حاجه في القرنيه ليها علاج، وكله بالفيمتو ليزر، ما بقاش فيه حاجه جراحه ولا حاجه بالليزك العادي حتى. فلما نيجي نتكلم عن قصر النظر ده معناه ان القرنيه مش قادره تجيب الصور البعيده. فالقرنيه بتاعت العين هي الجزء المدور البني اللي احنا عارفينه من كل العيون بتاعتنا كلها، بني او عسلي او ايا كان لونه، الجزء المدور ده اسمه القرنيه. دي القرنيه. القرنيه دي ليها زاويه معينه او ليها تحدب معين، ده بيجيب الصوره مظبوطه جدا، توصل للشبكيه، الشبكيه تحمضها تطلع الصوره واضحه، ويقولوا ده بيشوف 6-6 شرم. طب اللي عنده مشاكل في القرنيه بيشتكي من ايه؟ مشاكله بقى كتيره جدا. اول حاجه يقول لك انا مش شايف الحاجات البعيده بوضوح وبضيق عيني كده عشان اشوف الحاجات البعيده. فبيبقى عنده قصر نظر. بقول لك انا بقيت فجاه ضايق عيني كده. او هو بيشوف الحاجات البعيده كويس جدا ويجي يقرا يبقى عنده مشكله في القرايه فيقعد يبعد في الصوره، ده عنده طول نظر. طول نظر. في ناس بيبقى عندها شكوى مش قادرين يفسروا ان دي شكوى قرنيه. كان بيحتاج نظاره قرايه، النهارده ما بقاش محتاج نظاره قرايه. لما يستغنى عن نظاره القرايه دي مشكله في القرنيه حصلت. والله. ما كانش محتاج نظاره لغايه سن ال 30 او 25 وفجاه بقى محتاج نظاره، مش منطقي ان انا عند سن ال 25 احتاج نظاره. ده اللي حصل لي. 25 واحد ما عندوش مشكله خالص غير ان هو لابس نظاره، وده عادي كلنا لابسين نظارات. بس كل شهرين ثلاثه النظاره مش مريحاه، كل شهرين ثلاثه النظاره مش مريحاه، بتتغير المقاسات، يروح يكشف يلاقي مقاس ثاني، يروح يكشف يلاقي مقاس ثالث، يروح يكشف يلاقي مقاس ثاني، مش قادر يرتاح على النظاره. دي معناها ان القرنيه عنده مش مستقره، بيحصل فيها مشكله متطوره، والمشكله دي بتظهر على شكل النظاره. في حاجه كمان مهمه جدا احنا مش واخدين بالنا منها، الاطفال. في اطفال يبقى عندهم مشكله في القرنيه والطفل مش هيشتكي ان الصوره مزغلله او مش شايف، فتلاقيه جاي له على شكل حول، او جاي له على شكل قفله عين، او جاي له على شكل ان جفونه مش عارف يفتحها كويس. دي بتبقى عنده مشكله في القرنيه، او جاي له على شكل حساسيه. تستغربي حضرتك جدا لما طفل يبقى عنده مشكله في القرنيه وكل شكوته حساسيه. ويلف على الناس وياخد قطرات الحساسيه، والحساسيه تروح وترجع تاني. فالنهارده لازم لما نقول قرنيه ما نقولش بس ان انا عندي قصر نظر وخلاص، لا، انا ممكن يكون عندي شكوى بعيده خالص وانا مش قادر افسرها ان دي قرنيه. طب في عندنا بقى مشاكل في القرنيه اسمها السحابه بتاعه القرنيه. السحابه دي يعني القرنيه فيها جزء مش شفاف، بدل ما القرنيه شفافه وبتلمع، لا، انا عندي جزء من القرنيه فيه عتامه، والعتامه دي بتخلي الصوره لما بتيجي القرنيه تلقط الصوره تلقط الصوره مشوشه، يعني جزء واضح وجزء مش واضح. ومشهوره قوي ان الواحد يقول لك انا بشوف اللمبه طالع منها هالات نور، او بشوف الضوء حواليه دايره نور. ايوه صح. او في العربيات بالليل وانا ماشي الستوب بتاع العربيات الاحمر ده ما بشوفوش احمر شارب كده، بشوفه متشعب مبطش، يقول لك انا بشوف النور مبطش بالليل، او عواميد النور بشوفها داخله في بعض، النور بتاع العواميد داخل في بعض. دي مشكله في الفوكس بتاع القرنيه.
كل دي حاجات مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ان احنا لازم نعمل تصوير للقرنية، مش مجرد ان انا اروح اكشف اغير النظارة واروح اعمل نظارة. يعني حضرتك لما بتلاقي المشاكل دي متكررة جدا بتقرر انت لازم التصوير على طول على طول عشان ما ضيعش وقت المريض في حاجات انا ممكن اعالجه سريعا فيها. ايه هو بقى تصوير القرنية ده؟ حضرتك القرنية الجزء المدور ده له بصمة زي بصمة الايد بالظبط، كل واحد فينا له بصمة قرنية مختلفة عن التاني. تمام كده؟ في بصمات طبيعيه، في مجموعه من البصمات الطبيعيه عاديه جدا زي اي حد فينا لو عمل بصمه، وفي بصمات مش طبيعيه. البصمات اللي مش طبيعيه دي اشهرها هي القرنيه المخروطيه. يعني ايه قرنيه مخروطيه؟ يعني الجزء الشفاف بتاع العين المدور ده فيه بروز كبير جدا كان طالع له كرش كده، يعني كان القرنيه ليها بروز جامد، البروز ده يخلي الصوره مشوشه تماما ويشوف الحاجه 2 و3 و4. يعني ممكن يشوف الشخص جنبه صورتين ليه. او ماشي في الشارع يشوف العربيه قدامه وهو يشوفها في حته ثانيه. او ما يشوفش المطبات بالليل، دي شكوى مشهوره جدا طبعا. او ماشي في اضاءه ضعيفه بالليل وواحد معدي مش شايفه في الشارع، مش شايف. مهمه جدا الشكوى دي جدا جدا جدا. نعمل بصمه القرنيه ونشوف البصمه زي بصمه الايد بالظبط، مفيش حاجه اسمها انا في الكشف بعرف البصمه حاجه والكشف حاجه ثانيه خالص. طبعا البصمه دي اشعه عاديه جدا، العين بيحط دقنه وبنلقط صوره للقرنيه. لو طلع في القرنيه تحدب عالي او بروز كبير او قرنيه مخروطيه، طب ما انا اعالج له القرنيه المخروطيه، يبقى انا دلوقتي بعدته عن قصه انه يعمل زرع قرنيه في المستقبل. وفي نفس الوقت اديت له صوره شارب 6-6 والعيان كده مشكله اتحل بطريقه بالظبط، وما طولتش عليه المشكله ولا قلت له بس نضاره فتره طويله وبعدين نشوف هنعمل ايه. طول عمرنا حضرتك كان عندنا رعب ان كلمه قرنيه دي يعني زرع قرنيه. زرع قرنيه. وكان الناس عندهم اللي بيسمعونا دلوقتي عارفين جدا قصه العدسات الصلبه. انا عندي قرنيه مخروطيه البس عدسه صلبه، عدسه صلبه دي حاجه زي الازاز كده. ازاز بالظبط، وبتتحط في العين عشان تضغط على القرنيه تعدلها، مؤلمه جدا، والعين لو قعد بيها 3-4 ساعات بيدمع وعينه بتحمر ويحصل مشاكل قد كده منها. وفي الاخر هي حاجه بتعمل ايه؟ بتخليني اشوفه خلاص، انما ما بتصلحش القرنيه، ما بتصلحش المشكله نفسها وما بتمنعنيش ان انا اعمل زرع قرنيه في المستقبل. وبالعكس هي ازاز فخشنه فبتحك في القرنيه، ساعات تعمل قرح ومشاكل وحاجات. طب دلوقتي احنا عدينا المرحله دي بقى بسنين خلاص، ودخلنا في قصه الليزر والفيمتو ليزر، الاختراع العظيم اللي موجود دلوقتي. فيمتو ليزر، انا بس في البدايه إيه عايزه نفرق ما بين الفيمتو ليزر والفيمتو ليزر، عشان كنت بقولها قبل الاول حضرتك قلت لي لا ده في فرق كبير جدا ما بينهم. حضرتك الفيمتو ليزر ده الناس كلها عارفاه وهو الاشهر، لان ده اللي اخترعه الدكتور احمد زويل. ده الفيمتو ليزر، احنا بالفيمتو ثانيه اللي اخترعها الدكتور زويل عملنا نوع من الليزر اسمه الفيمتو ليزر. فده ليزر احنا بنستعمله في عمليات العيون في كذا عمليه. فبنصلح بيه النظر فاسمه فيمتو ليزك. او بنعمل بيه المايه البيضاء فاسمه فيمتو فيكو. ايوه بنعمل بيه المايه البيضاء وحاجات تانية كتير. فالفيمتو ليزك ده اسم العمليه اللي احنا بنستعمل فيها الفيمتو ليزر عشان نصلح النظر. تمام. ايه الفيمتو ليزر؟ الفيمتو ليزر ده هو حضرتك ايد الجراح. بمعنى ايه؟ يعني بمعنى ان الجراح ما بقاش بيستخدم ادوات ولا بيستخدم الات ولا بيقرب من العين باي حاجه خالص غير بالليزر بس. فالعمليه تبدا من الالف للياء بالليزر. بالليزر. ما بقاش فيها اي جزء تاني غير الليزر. اه ده معناه ان العيان يخلص العمليه يقوم من على السرير بتاع الليزر يعيش حياته طبيعيه جدا 100%، مفيش غطاء على عينه. ده معناه ان العيان بيخلص العمليه مفيش في عينه خياطه ولا غرزه. ولا غرز ولا فتره نقاهه ولا فترات قطرات طويله ولا جفاف شديد ولا يقعد مغطي عينه بالشهر ولا الكلام ده. ما بتعرضش الاضاءه وما تخرجش خالص حضرتك عادي جدا. شمس. قايم من الليزر عينه بس بتدمع لمده ساعه او ساعتين دموع عاديه جدا، بعد كده عايش حياته ويتفرج على التلفزيون وكمبيوتر وموبايل وعايش حياته 100%. ومده الجراحه او العمليه؟ العين الواحده بتاخد وقت تقريبا 30 ثانيه تقريبا. 30 ثانيه. يعني كل الموضوع بياخد دقيقه بالكتير، تحضير وتعقيم وفرش وكده. وبعدين يعني الليزر، ان الليزر بيعدي على القرنيه حضرتك من 20 ل 30 ثانيه بس مفيش اكتر من كده ومفيش اقل من كده. تمام. ده بيقعد على الجهاز وقت زي ده معناه ان مفيش رعب، مفيش خوف، مفيش قلق، مفيش حاسد، مفيش بنج، مفيش حاجه خالص. الموضوع عباره عن قطره بنحطها، العيان بيبقى نايم على سرير الليزر، نظبط جهاز الليزر بكل المقاسات اللي احنا عارفينها بكل الداتا اللي بحب ادخلها على الجهاز. الجهاز جاهز، بدخل العيان عند الجهاز وانا بظبط كل حاجه بايدي، وبعد كده الليزر اللي بيشتغل من الالف للياء. طيب. هل ده معناه ان الدكتور ما بقاش ليه دور في العمليه؟ هو ده كنت هسال حضرتك. او اي حد يقدر يتعامل مع الفيمتو ليزر؟ لا طبعا. حضرتك كل ما الحاجه اكيد كل ما الحاجه بقت تقنيه عاليه كل ما بقت حساسه جدا ومحتاجه واحد خبره عاليه جدا ومحتاجه حد فاهم بيعمل ايه ومحتاجه جهاز حديث جدا. ما اقدرش اجيب جهاز امكانياته ضعيفه واشتغل بيه واقول هيطلع نتيجه هايله. ده مستحيل. طبعا. فكل ما كان الجهاز هايل كل ما كان المركز امكانياته عاليه جدا، كل ما كان الدكتور خبره وشاطر ومتخصص في الحته دي، كل ما عدينا بالمرحله دي بسلام 100%. يعني ايه بسلام؟ يعني ما عندناش مشاكل بعد العمليه ان شاء الله،
ما عندناش وجع في أثناء العملية خالص، ما عندناش وقت طويل ناخده، ما عندناش التهابات، ما عندناش عيان ما ينفعلوش وقلت له ينفع لك. حضرتك دي نقطة مهمة جدا طبعا، وأهم دور للدكتور هو إن هو يختار العيان المناسب للطريقة المناسبة. وأهم دور تاني إن الدكتور يقدر يتابع العيان بعد العملية بأمان بنوعه قطرة بسيط ويقدر يعديه لمرحلة الشفاء بسرعة جدا. ده بيحصل مع الفيمتو ليزر، بيحصل بطريقة سهلة جدا جدا جدا. عندنا في المركز جهاز حديث قوي متخصصين في الحتة دي وشغالين بيه بقى لنا دلوقتي أكتر من 3 سنين على الفيمتو ليزر. طب إيه تاني نقدر نعمله بالفيمتو ليزر للقرنية بقى؟ حضرتك إحنا عندنا القرنية المخروطية دي بنعالجها بدعامات دلوقتي. يعني إيه دعامات؟ يعني الفيمتو ليزر يقدر يعمل مكان جوه القرنية بالليزر برضو، أنا ما بتدخلش جراحي خالص. والمكان ده بحط فيه دعامات زي الدعامات بتاعه القلب، زي الدعامات اللي بنستخدمها الدقيقه جدا شفافه ما حدش يشوفها خالص في الدنيا غير الدكتور. بتتحط في القرنيه في وقت لا يتعدى الدقيقتين. ده معناه ايه؟ ده معناه انه بيعدل القرنيه المخروطيه، يرجعها طبيعيه تانية، ما فيش فيها البروز اللي قلناه زي الكرش الكبير ده، وترجع الصوره شارب، ما بقتش فيها التكرار اللي هو الواحد بيشوف الصوره 2 و3. يعني هو بيقويها زي ما حضرتك الدعامه بيعدل، بيديها تقويه بحيث ان هي يبدا ممتاز مره ثانيه. كلام حضرتك ممتاز جدا. هو بيعدل المخروط ويقويها، يشد القرنيه، يخلي ما يحصلش تطور. زي ما قلنا العدسات الصلبه بتاعت زمان بتعدل المخروط، بس التطور شغال، المرض موجود ما دي بتعدل القرنيه وتمنع التطور بتاع المرض. معناه ان تمنعه، يعني الانسان ده ما يجيش بعد سنتين ثلاثه اقول له محتاج زرع قرنيه. ما فيش زرع قرنيه. زرع قرنيه ده موضوع دلوقتي بقى بسيط، ولكن عمليه كبيره جدا. طب انا ليه دخلت فيها طالما انا اقدر الحقه النهارده بالدعامات؟ اعمل دعامات بالفيمتو ليزر. طبعا قلت حضرتك تاخد دقيقتين او ثلاثه. حضرتك قلت ده بنحتاج الدعامات دي خاصه في القرنيه المخروطيه. القرنيه المخروطيه دي ما فيش حد بيسمعنا دلوقتي الا تقريبا سمع عن الموضوع ده، وناس كتير قوي عرفته خصوصا بعد ما انتشر الليزك، فالناس بدات تروح تعمل فحص عشان تعمل ليزك، يقول لها ما ينفعلكش عندك قرنيه مخروطيه. فبقى الناس ما كانتش عارفه، عرفت عشان اتعرضت لبصمه العين. البصمه هي اللي بتبين، بيبان قوي القرنيه المخروطيه في البصمه. تمام. كل ما كانت القرنيه المخروطيه بدري كل ما كان علاجها بالفيمتو ليزر سهل جدا بالدعامات. احط دعامه جوه القرنيه في دقيقتين او ثلاثه، يعيش الانسان حياته بيها 100 سنه وما عندوش اي مشاكل من الدعامات، ولا الجسم يرفضها ولا اي كومبليكيشنز، ولا التهاب ولا اي حاجه، ولا تطور للقرنيه المخروطيه، ولا اي مشكله خالص. يعني ينسى خلاص اي الم في العين بعد كده. بالظبط. يبقى انا دلوقتي حطيت دعامه في القرنيه، عالجت قرنيه مخروطيه، تمام كده؟ تمام. وصححت النظر وما دخلتوش في جراحه فيما بعد عشان يعمل زرع قرنية، وفي نفس الوقت صلحت له قصر النظر اللي عنده لو كان بيشتكي من قصر نظر بسيط، درجتين او ثلاثة الدعامة كمان بتصلحه. شوف هو حضرتك استفاد كام استفادة؟ ثلاث اربع استفادات بالظبط، وما عملش اي حاجة غير دقيقتين ثلاثة. بس المهم تاني هيعملها مع مين؟ ايوه، ويعملها فين بالظبط؟ والدكتور يختار العيان المناسب اللي هيستفاد من الدعامات. ايوه، ما انا مش هحط دعامه لواحد ويجي تاني يقول لي مش شايف كويس، اقول له اصل ما كانش ينفع لك، معلش كنا بنجرب، مفيش تجربه حضرتك. الفيمتو ليزر ما فيهوش تجارب، لا خالص، محسوبه بالثانيه وبالملي. عشان كده حضرتك اكيد بتطبق اعلى معدلات الدقه والامان بالزبط في عمليات الفيمتو ليزر. كل ده ده احنا بنحلم بكده طول عمرنا، والفيمتو وفر لنا الحلم ده. ودلوقتي ما بقاش فيه خيال خلاص، يعني دلوقتي احنا كل اللي كنا بنحلم بيه بقينا بنحققه. طب هنخش على النقطه الثانيه من الفيمتو ليزر والقرنيه. طب عيان عنده قرنيه مخروطيه وتاخر عليها، جالي متاخر، او عنده سحابه في القرنيه زي ما قلنا، بيشوف الهالات اللي حوالين الضوء بالليل، او بيشوف النور حواليه دواير، او كمان يا دكتور معلش اسمح لي اقول لك، لو كان كمان ركب العدسه الصلبه، يعني خلاص هو اوريدي ركبها بقى وعملت له مشاكل، ده ممكن حضرتك تقدر بتعالجه دلوقتي. حصل عندنا بقى ايه؟ ان القرنيه بقى فيها جزء معتم، او القرنيه بقى فيها جزء مش شفاف. دلوقتي ما اقدرش احط دعامات بقى، ما انا هقعد القرنيه معتمه بالزبط، مش مستفيد حاجه. كان الازاز بتاع الساعه ده حضرتك خلاص وحصل فيه شروخ، مش هعالجه، لازم اغير الازاز. الازاز ده اتكسر خلاص. طالما الازاز حصل فيه شروخ او سحابات من القرنيه المخروطيه او من السحابات بتاعه القرنيه القديمه، لازم اعمل له زراعه قرنيه. لو احنا كنا زمان نيجي عند العين نشيل القرنيه دي بالكامل ونجيب قرنيه واحد تاني بالكامل نحطها له، تبقى عمليه كبيره طبعا، وفيها مخاطر، والعين بيفضل مغطي عينه بالثلاث شهور، ويفضل يحط قطرات بالسنه، ويخش العمليه الثانيه يفك غرز، ويخش العمليه الثانيه يعمل تصحيح نظر، لان القرنيه بتبقى ليها مراحل كتير قوي. كل ده حضرتك اختفى تماما، وبقينا دلوقتي بنعمل القرنيه ونزرعها بالفيمتو ليزر. بالفيمتو ليزر اقدر اشيل طبقه القرنيه اللي حصل فيها مشكله واحط له طبقه قرنيه ثانيه مكانها وبس. معدل الرفض تقريبا ما بقاش موجود، ما فيش رفض للجسم للقرنيه دي. الخياطه اللي بناخدها في القرنيه قليله جدا، ما بتعملش مشاكل تقريبا خالص من الاستجماتيزم، قليله جدا، لو حصل اي منها اي مشكله استجماتيزم تبقى بسيطه، بيلبس نظاره، العين نظره ما بيتغيرش التغير الفظيع ان انا محتاج اعمل له تصحيح بعد كده وفي المستقبل.
بيرجع لشغله في خلال فتره ما تعديش الاسبوع او الاثنين يقدر يرجع شغله. الغطا بتفضل على عينه اسبوعين بالكثير قوي بعد ما كان بيقعد غطا على عينه 3 شهور ويعيش حياته طبيعي بعد 4 شهور ويخش العمليات تاني بعد سنه عشان يصلح حاجات. كل ده حضرتك المرحله دي كلها خلصناها وبيعمل عمليه في وقت تلت الوقت اللي كنا بنعمل فيه القرنيه العاديه زمان. والرفض اللي كان كل الناس مرعوبه منه هيحصل رفض للقرنيه بتاعتي. الرفض تقريبا ما بقاش موجود. نسبة النجاح هنقول 99%، مفيش حاجة في الدنيا 100%، 99%. تاني هنرجع نقول لازم الفيمتو ليزر مع دكتور متخصص مع جهاز حديث جدا عشان يحدد الطبقة من القرنية اللي تعبانة اللي هنقدر نغيرها بالفيمتو ليزر. تمام كده؟ تمام. شلنا السحابة بالفيمتو وحطينا القرنية الجديدة اللي احنا خدنا الطبقة بتاعتها بالفيمتو وثبتناها بغرزتين أو 3 خفاف جدا ما فيهمش اي مشاكل. بعد ما كنا زمان بنحط تقريبا 36 غرزه في زراعه القرنيه. ده الكلام ده كلام طبعا عفى عليه الزمن. طبعا القرنيه بتقعد تتخيط 36 غرزه تاخد وقت طويل جدا طبعا. معدل الرفض بتاعها كان عالي جدا طبعا. والعمليه كبيره وفتح عين وكانت قصه كبيره. النهارده احنا بنج موضعي والعمليه ما بتاخدش تلت ساعه او نص ساعه بالكتير قوي كل العمليه. ونسبه النجاح عاليه. ده اللي يهم كل الناس ان انا ما اعملش قرنيه. اهم حاجه ان انا يعني احس ان انا داخل حاجه فيها امان فيها ان انا يعني هخرج بنتيجه مرضيه بالنسبه لي وما احسش ان انا اتقلقت. خد بالك حضرتك كمان ان القرنيه مكلفه. يعني زراعه القرنيه دي مكلف. فلما اعمل عمليه مكلفه واقعد متعطل 3 شهور وبعدين عمليه ممكن ما تنجحش كان بالنسبه للناس ريسك جامد قوي. اكتئاب فظيع. لا النهارده واحد يجي في العياده عندي قرنيه اعمل لك قرنيه ايه المشكله بالفيمتو ليزر اعملها. هيتكلف بس مره واحده في العمر. هيرجع شغله بعد شهر. ده حاجه هايله جدا طبعا. دي اهم جدا حاجة. جدا يعني في خلال شهر يكون راجع. ده حلم. طيب هل ممكن النظر تاني يضعف بعد كده؟ بعد ايه فيهم؟ بعد كل الحاجات؟ بص حضرتك هو النظر يضعف تاني ده اللي قلنا عليه في الاول. الدكتور يختار مين مناسب ليه ايه. مهمه قوي الحته دي اكيد عشان حضرتك احنا مش في موضه. يعني مش اعمل لي يا دكتور الفيمتو ليزر. بلاقي ناس داخله العياده اقول له بتشتكي من ايه يقول لي جاي اعمل فيمتو. بتشتكي من ايه؟ عايز اعمل فيمتو. ايوه هو يا حضرتك هو سمع حد عملها فرتاح فيها فعايز يعمل اعلان في الشارع اعلان في الجورنال اعلان في التلفزيون. هو مش موضه. لا بالعكس خالص. في ناس ينفع لها الليزك امن من الفيمتو. في ناس ينفع لها الفيمتو امن من الليزك. فلو عمل حاجه مش مناسبه بيتعرض لمخاطر منها ان نظره يرجع يضعف تاني. طبعا. فالطريقه السليمه لما تعمل للانسان المناسب بينتج عنها حاجتين كويسين جدا. نظره يتحسن 6/6 ويضمن ان النظر يفضل ثابت مدى الحياه. يبقى الثبات والنتيجه لل 100%. يعني حضرتك شايف ان مفيش اي مخاطر او مثلا اي كومبليكيشن ممكن تحصل لاي مريض عمل الفيمتو ليزر وخاصه في علاج القرنيه؟ حضرتك ما شفناش خالص عندنا. احنا شغالين في المركز في الموضوع ده بقالنا فترات طويله. عملنا مئات الحالات وبنختار بدقه العيان وبنختار بدقه بصمه العين وبنعمل بصمه وبنعمل معاها اشعاعات تانية كتير جدا عشان نقدر نحدد اللي انا هعمله ده هيطلع النتيجه منه قد ايه. اقدر اقول للعيان قبل العمليه هتشوف قد ايه وهتنجح نسبه كام في الميه وهترجع شغلك امتى. بتحدد له كل حاجه. كل حاجه حضرتك. احنا العيانين اللي سامعيننا دلوقتي من سنتين ومن سنه كان بيروح للدكتور بتاعه وكان بيقول له نسبه النجاح وانت القرار قرارك وانا ما اقدرش اقول لك. احنا هنجرب وفي ناس بتنجح 80% وناس بتنجح 70% وناس بتعملها مرتين ثلاثه. فالعيان كان ما فيش قدامه غير انه بيسلم وبيجازف. يعني ايه اما جرب. لكن مفيش حاجه اسمها جرب. خلاص دلوقتي حضرتك نعمه النظر دي نعمه طبعا لا تعوض طبعا. وللاسف لو عمل فيها مشكله ما بتتصلحش بسهوله. واذا اتصلحت ما بيرجعش زي الاول. فانا ليه احطه من الاول في طريق غلط واحاول ارجعه ما يرجعش. بالبدايه ممكن ابدا خطوات صح هي دي اللي توصلني للنتيجه المرضيه. مهمه جدا جدا جدا. البريكوشنز اللي حضرتك بتطالب بيها اي مريض قبل ما يعمل العمليه بتكون ايه؟ اديله تعليمات قبل واديله تعليمات في اثناء. أيوة. وتعليمات بعد. نبدا بقبل. تعليمات قبل دي مهمه جدا. حضرتك لازم ياخد قطرات معينه بكتبها له قبل العمليه. دي بتخلي العين مترطبه كويس وما فيهاش اي التهابات وبحضره العمليه بقطرات معينه. الحاجه الثانيه ان انا لازم اقعد اشرح له احنا هنعمل ايه. الفيمتو ده عباره عن ايه. العمليه هيقعد فيها وقت قد ايه. الجو اللي هيقعد فيه في الاوضه عشان ما يبقاش داخل حاسس انه هيعمل حاجه خيال علمي او حاجه من الفضاء. يعني لازم يكون داخل متحضر نفسيا لايه اللي هيحصل في الاوضه لان هو كل ما يفهم كل ما كان الموضوع بسيط جدا. الحاجه الثالثه لازم اشرح له ايه الانواع اللي موجوده وان النوع ده مناسب ليه اكتر. ليه؟ لان هو هيجي يكشف عندي هقول له فيمتو هيروح لحد تاني ما بيشتغلش فيمتو هيقول له لا 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 مش محتاج فيمتو فهيتلخبط. كل ما فهم مني المعلومه مظبوط كل ما كان الامور ماشيه معاه اوضح. فاثناء العمليه لازم العيان يعرف ان احنا ما بناخدش ثواني معدوده ما بنكملش الدقائق في العمليات
والوقت كل ما كان اسرع كل ما كان العيان اعصابه احسن، فبيساعدنا ان هو يبقى هادي ريلاكس وباصص على نقط معينه في الجهاز بنقول له عليها بص على اللمبه الخضراء على اللمبه الصفراء يبقى هادي جدا. حاجه مهدئه وقت العمليه لو هو بقى انسان متوتر شويه يعني لو للدرجه دي بقى ساعات ممكن اقول له بالليل ياخد حاجه مهدئه او الصبح قبل ما يجي بديله نوع معين كده بس لو يعني طب مرضى الضغط ده 1% يعني مرضى الضغط برضو بيكونوا عندهم التوتر بيكون عالي شويه. هو حضرتك اكتر حاجه بتوتر العيان خوف جو العمليات الخوف جو العمليات تاخد اوضه عمليات والكشاف اللي في السقف لا احنا حضرتك ده ليزر احنا في اوضه ليزر الموضوع بسيط جدا ولذيذ وبيدخل ما بيكملش دقيقتين جوه ما بيقعدش بقى يتحضر ساعتين ثلاثه وينام ويخش على دكتور تخدير ويعني موضوع اشبه للعياده الخارجيه اكتر منه الاوضه العمليات فما فيش توتر لدرجه ان هو ضغطه يعلى ويفلت اعصابه تفلت والكلام ده ما بيحصلش خالص ما فيش وقت طويل ما فيش رعب مفيش جراحه حضرتك دخلي يعني واحد عنده مشكله كبيره جدا بيحلها في دقيقتين بدون جراحه وبكره اقول له انزل شغلك يعني خلاص انتهى ده ولا الحلم بالزبط. هو ده الحلم وبقى حقيقه مش خيال ولا حاجه بعد العمليه حضرتك احنا بنعاني من السيدات معاناه قويه جدا بعد العمليه عشان الميك اب عشان الميك اب اللي بيبدا من اول دقيقه يعني ايوه ما اقدرش انزل كده يا دكتور ايوه فالميك اب معلش بنبقى اول يومين ممنوع خالص طبعا. اي ميك اب ممنوع بنعاني من السيدات برضو في حته ان هم عينيهم بتحرقهم شويه او بالدمع يقوموا داعكين الدعك في العين اول يومين ده غلط خطر مش غلط هو خطر جدا ممنوع حد يدعك في عينه عينه بتدمع بينشف طبيعي انما الفرق الجامد ده ممنوع ممكن يحط القطرات ويلتزم بمواعيدها القطرات بتهدي الدنيا وهو مش محتاج الحرقان الجامد ده لان الدنيا بسيطه خالص بنعمل بقى كمادات ميه دافيه ولا بارده ولا الكلام ولا ده خالص ولا خيار ولا طماطم ولا كمادات خيار ايه بالكلام ده خلاص ولا كمادات شاي اخضر ولا احمر لا كل ده مفيش بعد العمليه بنعمل كده بننصح المريض ان هو يجي لي ثاني يوم ابص عليه واطمن عليه يكمل بقطراته الاسبوع ويجي لي بعد الاسبوع اشوفه دي كل اللي محتاجينه منه ما يتعرضش للاتربه ما يتعرضش للميك اب ما يتعرضش للدعك في العين شديد اول يومين بس انما كمبيوتر تلفزيون ده من اول ساعه لو عايز يقعد عليهم ما فيش اي مشكله ما فيش بقى ربطه العين وخلي نهائي وحد قال لك يا دكتور انا بحس بزغلله اصلا انا بزغلل شويه ده بتتصرف بعد بعد الليزر يعني وحضرتك لازم يحس بزغلله اول ساعتين لا دي يقول لك يومين ساعة. مثلا اصل عندي زغلله ولا ده بقى بيبقى لا هو العيان الموسوس قوي ده كل ما بنتكلم معاه انا قصدي على كده اللي هو في شخصيات بتبقى موسوسه ما هوش قادر يقتنع ان هو كويس بسليم هو حاسس ان لازم يكون انا عامل عمليه انا تعبان انا هقول لحضرتك حاجه ظريفه هو كل ما العيان يبقى في دماغه جزء مش متجاوب عليه كل ما بقى عنده رعب او وسواس احنا عشان كده بنقعد مع العيان وقت كويس جدا قبل العمليه نشرح له ووقت كويس جدا في الاوضه جوه قبل ما بنبدا الليزر بيطلع ما عندوش حاجه في دماغه مش فاهمها يعني حتى لو هو هيدمع اقول له هتدمع ساعتين عينك هتحرقك شويه ده طبيعي اول ساعتين بيبقى متقبل غير لما اقول له انت ما عندكش حاجه يروح يلاقي حرقان فيتخض طبعا لا الحرقان في العين اول ساعتين او الدموع ده شيء طبيعي جدا بيتقبله في قطرات ملطفه بيحطها بتروح الاعراض دي في ثواني مفيش اي مشكله بتبقى خلاص 100% بسيطة جدا والحكاية سهلة خالص فتاني عايز أكد على الناس قبل ما نختم نأكد على الناس كلمة أخيرة ثلاثة مهمين جدا اتفضل حضرتك اللي لابس نظارة ومقاسه مش مستقر وكل شهرين ثلاثة بيغير نظارته أو الرؤية بالليل عنده غير الرؤية بالنهار أو حضرتك الإضاءات عنده مش شارب شايف اللمبة طالع منها شعاع أو اللي لابس نظارة والنهاردة ما بقاش محتاج النظارة أو اللي سنه 25 سنة 30 ورجع يحتاج نظارة فجأة وطول عمره كان نظره 6-6 دول الناس اللي لازم يروحوا يعملوا كشف قرنيه عند دكتور متخصص قرنيه ويعمل بصمه قرنيه لو سمحت يدخل العياده يقول عايز اعمل بصمه ما يخش يقول عايز اعمل فيمتو يعني يقول انا عايز اعمل بصمه قرنيه عايز اطمن على قرنيه عندي مخروطيه ولا لا تاني حاجه المريض اللي عنده قرنيه مخروطيه ارجوكوا بلاش العدسات الصلبه ارجوكوا يعني تتوجه للقرنيه المخروطيه بالفيمتو ليزر تعالجها اهم المراكز اللي بتقوم بعمل عمليات دي تكون ليها مركز خبره متخصص. والمراكز والمستوى الامان احنا عندنا في المركز شغال كده بقالي اكتر من سنتين على الحالات والنتائج هايله جدا الدعامات جوه القرنيه مفيش منها رفض مفيش منها مشاكل ما بتاخدش وقت زي ما قلت لحضرتك خالص زرع القرنيه دلوقتي بقى شيء ولا الخيال بيتعمل ببساطه جدا ومفيش رفض فيه تقريبا اكيد مشاهدينا النهارده طبعا استفادوا جدا من كلام حضرتك وكمان انا عن نفسي يعني بقى عندنا معلومات طبيه خاصه بطب العيون اكتر واكتر بشكرك نورتنا النهارده يا دكتور دكتور محمد لاشين استشاري طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا واستشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر واستشاري تصحيح الابصار والليزك شكرا جزيلا لك يا دكتور نورتنا النهارده شكرا بشكركم مشاهدينا وانتظرونا في فقرات اخرى من برنامجكم طبيب اليوم.